تعلم. إيه لا 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 مهم. يقول أنت لا تعلم هل أنا بخير أم لا، لا تعلم هل أنا على ما يرام أم لا، وهذا يخزيني للغاية. أشعر وكأنني مهمش شفاف غير مرئي. أن تحمل عتابا في قلبك يعني أن تعيش أيامك في قلق. طيب كذا يعني بس كذا يا سيف تتعب أنت. يا ويلي يا ويلي يا فيصل، يا كثر العتاب على شخص، والله إني صادق يا أخي، أعطيته أشياء زينة وجزاني عكس ذلك. يمكنني ماني معطيه حاجات ملموسة، ما تدرون. مثل جرح قديم أحس بحنين جارف، أحس وأحس بقهر، أحس في صدري حلاوة براكين. إين وعين الصدر هذا سخيف. الله يعين القلب اليوم. أيه طيب يا الله يعين القلب. وش فيه؟ الله يعين القلب واقف والبلا في الشرايين، زاد عليها علم الداخلية. القلب واقف والبلا في الشرايين. ها؟ لا ما ارد لك شم عادي والله، هذه الحقوة يا ابو شهر. كم؟ ايش اسمه؟ انت مشكر مشكر حتى نهايه البث خلاص اشكر زين. يا سلام، اسمعوا هالمقوله بالله، اصغوا الي الان واسمعوني. مضت الايام وانا متعب. وانا متعب متعب وانا متعب متعب وانا متعب متعب واحس اني عمر كامل اركض اركض. اريد ان استريح التعب. أريد أريد اسمع، أريد أن أستريح. التعب يجتاحني بكامل جسدي، أريد أن أهدى من الداخل. متعب متعب وكأن كل السنين الماضية تربت على عاتقي. والله هذه المقولة عبارة مو مقولة، مقولة والعبارة هذه دمار. كويس، اي شيء يكتبونه الكتاب يعجبني انا. والله اي شيء تعبير يكتبونه تقنعني انه ما في شيء قريته ما عجبني. لا جد الظاهر ما يمي الزمر يا ميل اللي غير مبالغ ولا اهتم واحب نفسي. شنو؟ بلغناها من المبارك ولكني يا لايمي يا لايمي ابي كذا من حسابك. طيب استاهل يا سيف يا اخوي. اسمع اسمع، المقوله هذه تمثلني. اسمع بالله يا ابو سحاب، انت ابو سي ابو فهد بلبي طلب شيء. لم أكن بخير، اسمع، لم أكن بخير أبدا، لا أحد منكم يعلم، لا أحد يتظاهر بأنه يعرفني. أنا لا أحد يعرفني من الداخل. أعلم أنني غير مبالي ولا أهتم ولا أحب نفسي أكثر من أي شيء، ولكني من الداخل هش ورقيق، وأحمل في قلبي رقة العالم أجمع، ولست بخير ايضا. جميل والله، جميل 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 والله العظيم. بعض العبارات اني اقراها اني اخترع، اقسم بالله انا ما اقدر اتكلم. شايف فيصل يتكلم والله يا اخوي انحرج. يا في سؤال اكثر عباره قريتها لحين راس خبالك والله كثير يا شيخ، ولكن هذه المقوله تنطبق على هذه المقوله تنطبق على ابو سحاب. اتوقع المقولة هذه تنطبق عليك. ما خلقت ايش اسمه انت تعمر الدمار وانت تخلف للموت تعمر الدمار. هل المقولة هذه تنطبق عليك ابو سحاب؟ اللي هي كان بداخلي نجمة مضيئة، اعني بذلك عينيك، ولكن انت من اطفأ تلك النجمة اطفأها للابد. جزء بسيط منها يمثل جزء بسيط. ها؟ جزء بسيط ما هو كل شيء. طيب هذه المقولة بعد لا يعني انت كل هذا ما تبغى نسمع شيفة هادي لايمي بس بعطيك دي بعد نسمع. يقول حبر حبر وورق، انا والدفاتر والجروح عايشين بين الالم والصمت. حبر وورق اكتب الجرح القديم بالدفاتر
واحرق الأوراق بالرماد، عايش أيامي بين حبر وورق. صح؟ والله نزل لي انشالح وداش من البكاء موجود دون ها؟ لا تقول انك ما تتابع. طيب امورك طيبه ان شاء الله. ها لا هلا زين زين اشو اصلا تسوي لنا اندومي؟ اندومي انا اطبخ اندومي كل حاشي قلت تسوي لنا ما قلت انت تبيني اسوي لكم؟ لا 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 تكسرون البلاطه سلاب يا ليل مني لو عاد بلومك النفس تقرا الجفا والواقع يداون قدام لا تشوفني هم من همومك واجيك وتردني واغيب وتخون تذكر ايامك انت تفز من نومك يوم اتصل واخذ من الشوق وماون تذكر ايام اجي اقرب من هدومك تقبل بوجه ابيض وتقفي بهم لون واقطف ثمار واحتك واشم يا شمومك وتذوب لين النحل عليك يتكون اذا نويت الرحيل رحل جعل يومك متى نوى ياخذك من دنيتي هون ولا تسأل القلب كم يحمل من وسومك ورسايل الحب بعدك فيا وشون كل يوم كل يوم ودي أسلم واخذ علومك ولي اتخيلتك بتسفهني يا هون ولي اتخيلتك بتسفهني يا هون بطل ابو سحر شكري يا نفرات والله شكرا لك انت اي والله عايش قد ضاقت الافاق بي وبلغت بالحزن عتية ضاقت حتى ظننت انها لن تفرج تفرج رددت خوفا لا تجعلني يا ربي نسيا نسيا منسيا نسيا منسيا حتى اتاني بالفرج والصاح كل ما في هذا وعد ربي ان مع العسر يسر ها يسر يسر طيب عرف بالكاتب بالكاتبه هذه الدنيا ممر لؤلؤ عبد اللطيف الضبيعي حاله لولو ها لولو 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 اسمه لؤلؤ انت لولو اسمه لولوة لؤلؤة والأول صامد كجدار مثقوب نصوص أدبية لم يشمري وهذا الدنيا ممر والله ود كتابين حلوة هل سرى نرى لك كتاب يا عبد الله الفريدي؟ هل ستتوقع تكون كاتب وتكتب؟ والله ما في شيء مستحيل استاهل أنا إن شاء الله راح يكون لك كتاب بحول الله وقوته كتاب قصيد ولا نيش كتاب نيش نيش العنوان صعب كتاب قصيد ولا كتاب كتاب في ديوان شعر المرحلة الأولى من عمري 15 سنة اللي طافت وفيه إن شاء الله كتاب ديوان في أكثر من فكرة على الكتاب وش اللي السنة اللي طافت 15 سنة أبو سلطان يقول ما يدي عطني الماء حنا الظاهر آخر برنامج بصير متسابقين نطلب أبو سلطان بسمينه كل واحد يشتكي على أخويه يا أبو سلطان تعال شوف فيصل يا أبو سلطان تعال شوف فلان
فيصل قل حاء. قل حاء. حاء. عشت. قل حاء. حاء. حليب تفاحة. قل طاء. طاء. طاولة التراب. سرعة سرعة سرعة. حلوة. قل نون. نون. نافورة مكة. زين مثل ما يصير. قل باء. باء. بقالة تمساح. باخر الجرادة. لا 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 ل